السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مكرونة محمرة بالخضار، وهنحتاج ليها مكرونة مقصوصة صغيرة، واحد طماطم مبشورة، واحد جزرة مبشورة، واحد بصل مبشورة، وملح، فلفل اسود، ورشة بابريكا، ورشة كاري، وشوربة، وزيت للتحمير. هنحمر المكرونه. دلوقتي حطينا المكرونه على النار عشان تتحمر وتاخد لون ذهبي حلو. واحنا بنحمر المكرونه وهي اتحمرت ولونها ذهبي حلو شويه، وهنحط عليها على طول الطماطم والبصل والجزر المبشور، كله مبشور، ورشة كاري، ورشة بابريكا، رشة ملح، رشة فلفل اسود، وشوربة. نقلبها كويس. لحد ما الشوربه هي غطتها زي ما انتوا شايفين كده، وهنسيبها لحد ما تغلي المكرونه ونعملها على نار هاديه ونقوم نغطيها لحد ما تستوي. ده شكل المكرونه بعد ما استوت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، سبسكرايب على القناه، واكتبوا لنا في الكومنتس افكار لفيديوز جديده.